عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. وضحوا الهمس في الهاء آخر شيء. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا. لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة. كلا كلا كلا. لا كلا كلا. لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نفس الشيء الدال هني قلقلة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. وضحوا الفرق بين العينين الحين. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الهمزة.
ويل، في ناس يقولون ويل فيفخمون الواو وهي مش مفخمة. ويل لكل همزة لمزة، وغلط، ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، انتبه للإدغام هني من غير غنة، همزة لمزة، شوف الهاء نهمس في الهاء، لمزة الذي جمع مالا وعدده، هني إدغام بغنة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، أن تجديد هنا بمقدار حركتين، أخلده، شوف الهمزة بعدها حرف مفخم فنفخم الخاء ونرقق الهمزة، أخلده يحسب أن ماله أخلده، كلا مكلا لا كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، شوف الطاء حطمة، وما أدراك، أدراك، شوف القلقلة، وما أدراك ما الحطمة، نا شوف نا نار منار لا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، شوف العينين هنا نوضحهم، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، عليهم وعليهم، عليهم غلط، إنها عليهم مؤصدة، شوف الهمزة مؤصة، مؤصدة في عمد ممددة، في عمد، شوف هني تنوين أتى بعده ميم، والميم من أحرف الإدغام بغنة، أحرف الإدغام يرملون، ينمو هي الأحرف التي تكون بغنة، واللام والراء من غير غنة، فهني لازم نعطيها مقدار حركتين حتى نوضح مقدار النون الساكنة. النون معا. سورة العصر، والعصر، والعصر، شوف ننتبه للصاد المفخمة والعين المرققة، فنقول والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، شوف الإخفاء هني في الإنسان، الإنسان نون ساكنة بعدها سين، إن الإنسان لفي خسر، والخاء مفخمة، والراء هني المتطرفة أيضا مفخمة ساكنة بس قبلها ساكن وقبل الساكن مضموم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا، شوف الهمزة آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات، الصاد مفخمة والحاء بعدها ألف كلها أيضا مرققة، وتواصوا، وتواصوا، ما أقول وتواصوا لا، وتواصوا، وتواصوا بالحق، بالحق غلط، بالحق وتواصوا بالصبر، القاف هنا بالحق ما نقول بالحق لا، بالحق وتواصوا بالص، شوف الصاد بالصبر، والباء مقلقلة والراء أيضا مفخمة، والحمد لله رب العالمين.